أهم نتائج ورشة الحوار الوطني الخامسة للطاقة المتجددة، تشكيل مجلس استشاري للهيئة العربية للطاقة المتجددة يضم فريقا من الخبراء العرب للمساعدة في جودة الخدمات المقدمة في قطاع الطاقة المتجددة في الوطن العربي. وأكد المهندس الطعاني الاهتمام الكبير بتأهيل الكوادر البشرية العاملين في الطاقة المتجددة وضرورة ممارسة العمل. أظهر استطلاع للرأي أجرته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على موقعها الإلكتروني وشارك فيه أكثر من 2500 شخص، أظهر بأن 89% من المستطلع في آرائهم يؤيدون بدء المؤسسة العمل بتطبيق الأحكام الخاصة للعاملين بالمهن الخطرة بإتاحة فرص التقاعد المبكر لهم بفترات اشتراك أقل من غيرهم من العاملين في المهن الأخرى. وأوضحت المؤسسة بأنها بدأت بتطبيق الأحكام الخاصة بالتقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة اعتبارا من مطلع آذار العام الماضي، وذلك بإتاحة التقاعد المبكر للعاملين بهذه المهن بعد إكمال سن 45 مع فترة. وأكدت المؤسسة بأن العمل بالأحكام الخاصة للعاملين في المهن الخطرة وإتاحة فرصة التقاعد المبكر يعتبر أحد أهم التطورات الإيجابية في تشريع الضمان الاجتماعي الأردني حذو حياة الإنسان العامل. حاز بنك الإسكان على جائزة البنك الرائد في الوطن العربي في